خدامة فقيرة كانت بتشتغل في بيت عيلة من العائلات الغنية، كانت بتشتغل بقالها سنين كتير قوي، والعيلة دي كانت بتحبها وتحترمها جدا، بس كان الراجل الكبير اللي في العيلة دي شخص صعب، سريع الانفعال، صعب قوي تتفاهم معاه، كان صارم جدا مع كل الناس، وفي مرة من المرات قررت العيلة دي تسافر سفرية قضوا فيها اجازة الصيف، اجازة لمدة اسبوعين، الخدامة الغلبانة جهزت الأسرة وجهزت لهم الشنط وكانت بتلعب مع الأطفال علشان هما كانوا بيحبوها جدا، وبتسلم عليهم قبل ما يمشوا، سلمت عليهم وهي بتبكي، كأنها آخر مرة هتشوفهم. سافرت الأسرة ورجعت الخدامة تنظف البيت، وهي مشغولة في تنظيف البيت سمعت صوت الراجل الكبير، كان غضبان جدا، نادى عليها بصوت عالي ومرعب، راحت له جري طبعا، قالت له نعم يا سيدي في ايه؟ رد عليها بمنتهى الغضب، قال لها مين اللي اتجرأ ودخل اوضتي وكسر الازاز بتاع الشباك؟ اللي عمل كده انا مش هسامحه، والموضوع ده مش هيمر، لازم اللي عمل كده يتعاقب. الخدامة قلقت وترعبت لدرجة ان جسمها كان بيترعش من كتر الخوف، فقالت له معلش انا اسفة دي غلطتي انا، وانا بطلب منك ان انت تسامحني. قال لها وهو في منتهى الغضب انا ما ينفعش معايا الكلام ده، اسفه دي اصرفها منين؟ انا هاخد مرتب الشهر بتاعك ده واصلح بيه الازاز، ومش عايز اشوف وشك في البيت ده تاني. حاولت الخدامه تتفاهم معاه بس هو كان رافض وطردها بره، وخد المرتب بتاع الشهر علشان يصلح بيه الازاز. خدت بعضها الخدامه ومشيت وهي شايله هموم الدنيا فوق راسها، لان هي الوحيده اللي كانت بتصرف على البيت وعلى اهلها، هي الوحيده اللي كانت بتجيب الاكل لاطفالها، لان جوزها كان تعبان ومعاق، فراحت تدور على شغل تاني في بيوت تانية جنبيهم، لكن كل العائلات اللي حواليها كانوا بيرفضوا لانهم ما يعرفوش سبب طردها من البيت اللي هي كانت شغاله فيه ايه، وكانوا كلهم فاكرين انها اتطردت علشان السرقه. قعدت تدور وتروح هنا وتروح هنا وما لقتش اي شغل، فرجعت بيتها وقعدت جنب جوزها المعاق واولادها الجعانين، وكانت بتبص لهم هم بيصرخوا من كتر الجوع ومفيش في ايديها حاجه تعملها لهم الا انها تقعد تبكي. وبعد يومين من الجوع قررت تنزل تشوف اي طريقه تجيب بيها اكل لعيالها، فكانت بتروح تقف قدام باب المطاعم وتستنى لما الناس تخلص اكل وتدخل بسرعه تلم بقيه الاكل اللي هم سابوه وتحط الاكل في كيس وتخرج بره المطعم جري علشان محدش من اللي شغالين في المطاعم يكلموها، وده كان اخر حاجه في ايديها ممكن تعملها علشان تنقذ اسرتها وتاكل اطفالها اللي بيتلووا من الجوع. وبعد كام يوم رجعت الاسره من الرحله، فبينادوا على الخدامه علشان تاخد الشنط بتاعتهم من العربيه، فالراجل العجوز قال لهم انا ردتها خلاص. بنته الكبيره قالت له انت ازاي تعمل كده؟ هي عملت ايه علشان تعمل معاها كده؟ قال لهم دي غلطه كبيره جدا وده كان عقابها. قالت له طب وغلطت في ايه؟ قال لها كسرت الازاز بتاع الشباك بتاعي وانا كنت لازم اخليها تدفع الثمن. فواحد من احفاده بيقول له بس مش هي اللي كسرت الازاز، اختي الصغيره هي اللي عملت كده. فالراجل الكبير بص لنفسه كده قال له انت بتقول ايه؟ الولد الصغير قال له ايوه انا شفتها بعيني. الراجل كان مكسوف جدا من نفسه وكان ندمان على اللي هو عمله مع الخدامه، ونادى على السواق بعلو صوته وقال له انت لازم تاخدني وتوديني عند بيت الخدامه دي دلوقتي حالا. فراح لبيتها ما لقاهاش، فسال واحد من اولادها ممكن الاقي امك فين؟ فابنها قال له. فالراجل خد السواق وراح على الست جري، فلقاها واقفه في الشارع تحت اشعه الشمس في عز الحر، واقفه جنب مطعم وماسكه كيس اسود في ايديها. الراجل شاف المنظر ده وعينه دمعت، حزن عليها لما شافها كده مع ان قلبه قاسي، قلبه زي الحجر، بس لما شاف الست في الموقف ده بسببه هو قلبه رقلها وبكى من كتر الندم اللي هو فيه. نزل من العربيه ودخل المطعم واشترى لها اكل كتير وراح لها لحد عندها وقال لها مفيش داعي ان انت تلمي بواقي الاكل لانك مش هترجعي هنا تاني. طبعا هي بصت له وكانت خايفه، قال لها ما تخافيش انا عرفت كل حاجه وانا اسف ان انا ظلمتك. فقعدت تبكي من اللي هي بتسمعه، قال لها انا اسف لك قوي واسف لاطفالك واسف ان انا وصلتك للمرحله دي، يلا اركبي العربيه معايا. وصلها لغايه بيتها وسالها سؤال وقال لها انت ليه اتحملتي مسؤوليه كسر ازاز الشباك بتاعي مع انك مش انت اللي عملتي كده؟ قالت له اصل انا كنت خايفه على حفيدتك منك وكنت خايفه تزعلها وتتعصب عليها او حتى تضربها، وانا مش ممكن استحمل حاجه تأذي الولاد دول، فقررت انها تحمل مسؤوليه اللي حصل بدل ما يحصل مشكله بينك وبين بنتك بسبب الطفله. فقال لها انا اسف جدا على اللي انا عملته معاك ويا ريت تسامحيني. انتوا كنتوا بتسمعوا ايمن الجوهري.